دي أكلة إيه؟ أكلة العرق. دي إيه؟ أكلة العرق. أكلة العرق اسمها إيه؟ اسمها الغدسية. الغدسية دي بقى بتتعمل إزاي؟ بنجيب مية من الحنفية ودقيق ونعجن الدقيق ونجيب المكنة ونرق عليها. زمان كان في المكنة دي ولا كانت بتعملوها بشكل مختلف؟ كنا نرقها بالعود بالزانة كده وعلينا ونجيب الخراطة كده، خراطة عاملين لها خراطة كده ونخرطها على ايدينا ونحط قبل حكايه المكنه. قبل ايوه قبل حكايه المكنه. انت لفه العجينه كده؟ لا كده بالرقاق نرقها اساسا. بترقيها في الاول؟ ايوه اساسا نعجنها ونقطعها كده صوابع. تمام. ونحطوها في العين الثانيه نرقها ونخليها كده. يا ورا استاذ مون شو اسوي لنا؟ بتطيبيها ازاي بقى؟ حاجه هي خلاص جابت لك كده زيها زي الشعير. نحط ميه في الحله وفي قدوس نفخارها وفي ولازم تكون في حاجه فخار كده. وفي فخار وفي دلوقتي صيد ثلاثين قدوس ثلاثين بالحله تحتيه والقدوس فوقيه. انت حاطه ميه قبل ما تحطي فيها يعني غليتي الميه؟ ايوه. وبعدين حطيتي فيها حطينا الفخار وبعد الفخار سدينا عليها من هنا. تمام. ده ما نجيبوش مره واحده، نجيبه بالطاره ونروح حاطين فيها يعني. حطاهم من تحت عشان ما يجيش المية. لما تهمل المية ما يجيش فيها من تحت تتعز كده. بنحط عليها السكر. حطينا السكر على الفريسة. هي دي الجدسية الأكلة العربية.